مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من الحياة. منذ الاستقلال، أي منذ 1962، والجزائر تعتمد على مورد اقتصادي واحد ووحيد فقط، ألا وهو المحروقات. ورغم الصدمات الاقتصادية والنفطية الكبيرة التي عرفها العالم، خاصة الصدمة البترولية الأخيرة التي أحدثت زلزالا في أسعار البترول، رغم هذا ما زلنا متمسكين بالمحروقات كمصدر أساسي لرزق الجزائريين. فلو كانت الجزائر مثلا تفتقر إلى موارد اقتصادية أخرى، لأقمنا ألف حجة وحجة على من حكموا البلاد لما لم يذهبوا إلى التنويع في الاقتصاد، فأراضينا لم تستغل فلاحيا أو إنتاجيا أو صناعيا، وشمسنا لم تستغل كطاقة متجددة، وشبابنا لم يستغل كثروة بشرية تفتقد إليها الكثير من الدول، والكثير الكثير لم يستغل. النقابة الوطنية لعمال الطاقة تعلن إضرابا وطنيا تقول فيه إن أحوال الشركة سوناطراك لا تبشر بالخير. شركة سوناطراك هي أهم شركة وطنية، هذا إن لم نقل بأنها هي الاقتصاد الوطني. غدا وفي ظل رفض من طرف بعض الخبراء الاقتصاديين وبعض السياسيين، يناقش البرلمان مشروع قانون المحروقات. كل هذا وذاك نناقشه مع ضيفي الكريمين السيد مراد الواضح، خبير في الطاقة الشمسية والفعالية الطاقوية. مرحبا بك السيد مراد الواضح. السلام عليكم وشكرا على الدعوة. شكرا جزيلا، وأسعد أيضا باستضافة السيدة عائشة عدامو، خبيرة معتمدة لدى الاتحاد الأوروبي في الاستراتيجية وتقييم السياسات القطاعية، ومستشارة في القطاعات المتجددة. مرحبا بك سيدة عائشة عدامو. شكرا أخي وعلى الدعوة. مرحبا بك. أبدأ معك نقاش سيدة عائشة أدم، وغدا قانون المحروقات، في ظل الكثير من الكلام الذي قيل حوله وحول توقيته وتوقيت تمريره على البرلمان والمصادقة عليه، سيمرر لدى البرلمان لمناقشته قبل أن يتم المصادقة عليه في 14 نوفمبر القادم. هل فعلا الاقتصاد الجزائري سيدة عائشة أدامو يحتاج بصفة استعجالية تمرير هذا القانون، قانون المحروقات، علما أن الجزائر تعتمد بشكل كبير على هذا المورد الاقتصادي الهام؟ شكرا أخي، والله إنه سؤال وجيه جدا. مرحبا. وخاصة في هذا الظرف الحاسم وفي هذه الآونة الجد حساسة. عندما نرجع إلى هذا القانون، لابد أن نتطرق إليه من زاويتين. الزاوية الأولى شكلا، هل هذا قانون المحروقات التي سيمرر غدا في الغرفة الأولى، هل هو شيء سيأتي بالقيمة المضافة إلى هذا القطاع الاستراتيجي، القطاع القائم عليه كل الاقتصاد الجزائري، وثم مضمونا ما هي ربما ميزاته من إيجابيات وسلبيات. إذا شخصيا ربما أنا أشاطر رأي الخبراء الذين لا أقول يعني أخذوا العصا في الوسط. أنا أرفض بتاتا تمرير هذا القانون في هذه الآونة. لماذا؟ لأن الوقت كما قلت حساس، وعندما أرى إلى مستجدات كل ما يعني يصير في هذا السياق الآن، أن الحكومة الحالية لابد أن تتطرق، أو من صلاحيتها هي تصريف الأعمال، ومن صلاحيتها هي أن على سور لو فونكسيونمون دو لا ماشين، لازم هي تسعى بأن يكون هناك استمرارية في كل لو فونكسيونمون. هذا شكلا سور لا فورم. من صحة المضمون، من ناحية المضمون، فإن هذا القانون يعني لا أراه جدي في هذا الوقت، لأنه قانونا يعد استراتيجي، وكل ما هو استراتيجي لابد له من العقلانية،
لابد له من أن يكون تفكير واسع. هذا القانون سيدة أدامو قيل بأنه تم يعني المشاورات مع أجانب خبرة جزائرية 100% هي التي أعدت هذا القانون، قانون يحفظ السيادة الوطنية، فيه الكثير من الإيجابيات لشركة سوناطراك السيد مراد الواضح. هذا حسب رئيس الفوج المعد للمشروع قانون المحروقات سيد توفيق حكار، قال بأنه هناك كثير من النقاط الإيجابية حول هذا المشروع، فلما ننتظر يعني ما بعد الرئاسيات حسب ما يقوله الخصوم أو الرافضون لهذا القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال كان أوليات في هذا القانون، احنا على كل حال تكلمنا على التبذيل، على البذل، يعني الترانزيسيون انرجيتيك، تكلمنا على البذل. كيف في هذا القانون ما تكلموش انتقال التقوي، انتقال التقوي ما تكلموش على انتقال التقوي. اول من 2012 و2011 نتكلموا على الشيء هذا. اليوم يعني قبل ما يمشيوا البرلمان لازم يكون مشاو مع الخبراء، نقشوا، يروحوا يناقشوا مع الخبراء، يتكلموا مع الخبراء، اي الطريقة الأولى يعني أفضل طريقة باش يمشيو باش يتكلموا على القانون. اليوم الخبراء كلهم عم يتكلموا باللي القانون مراهوش في وقته، يعني تاع التقوى. لا هو ليس كلهم يعني للأمانة ليس كلهم، هناك مع تمرير هذا القانون ما فيش مشكل. تكلمت على اسم اليوم، اسم خبير في مع سوناطراك، وهو يعمل مع سوناطراك، يعني عنده مكتب دراسي وهو يتعامل كثير مع سوناطراك. اليوم نتكلم احنا ما نتكلمش على الناس، ما نتكلمش على الناس، انا نتكلم على ما هو الواجب للجزائر، ما هو كيف راح نمشيو في طريقه المستقبل. طريقه المستقبل هي الطاقه الشمسيه، طريقه المستقبل هي لازم نعودوا في الطاقات المتجددة، يعني كل الطاقات المتجددة هذه. وكان يتكلم لنا يقولون نروحوا في البرنامج هذا في 2020 نتكلموا على الطاقات المتجددة، يعني نمشي نعم نقولهم كاين يعني عدة طريقات باش نمشيو فيها. مدام أدم هضرت لك، أنا ما نحبش ندخل في السياسة، أنا جيت نتكلم على الاقتصاد. الاقتصاد اليوم الأولية لازم ننظروا على أشياء أخرى، يعني كل المشروع 2020 راهو متركز على الطاقات البترولية والغازية. تفضلي سيدة. ربما السي الواضح قال شيء مهم، قال أنا ما نتكلمش في السياسة. نعم ما نتكلمش في السياسة، ولازم نعزل يعني ربما المناقشة على السياسة. وأنا أقول إلى زميلي هنا، لا نستطيع في التفكير الاستراتيجي أن نعزل السياسة على الاقتصاد. الآن أجدد سؤالي لهؤلاء الخبراء، لهؤلاء صناع القرار الذين يرون جدوى في هذا القانون، لماذا؟ لأن لماذا في هذا الوقت الحاسم هذا قانون يراهن بالجزائر وبأجيال صاعدة؟ هو قانون محروقات. عندما نقول قانون محروقات ربما نرجع إلى تاريخ الجزائر القائمة على 98% اقتصاد، 98% من المحروقات، بقرة، حلوب، قوانين. لماذا في هذا الوضع قطاع مهم أيضا، قطاع مهم هو القطاع هذا، وش عندنا في الجزائر وعلاش درك في هذا الظرف نحضر نتكلم على هذا الظرف؟ لأنه مناخ الاستثمار سيدة، مناخ الاستثمار مرناش في وقت سيء، لا يساعد سيء على، لكن لا يساعد على الجنب المتعامل. لكن الحكومة الحالية ليست من صلاحياتها أن تتصرف أو أن تلجأ إلى فتح ملف كقانون المحروقات الذي يعد من الملفات العويصة. ما نقدرش ندير لنا قانون كيف هذا في أوان صغيرة أو أمرره في فترة كما هذه. رانا على 12 ديسمبر، حوالي عامين هما يدرسوا، حوالي عامين، عامين هما يدرسوا من 2017. ولو عامين ما نسناش أنا في هذا الظرف.
باش نفوتوا. انا ربما يعطيني تفكيري ونقول لهم يطبعوه، ولكن هذه الشركات الاجنبيه تنتظر سيد عادل ما تنتظرش. احنا في الشركات الاجنبيه الكبرى يعني رانا على ابواب انتخابات يا اخي، وعلاش انا ما نخليش من بعد ربما احنا عوض عوض باش انا نروح نمرر في هذا الوقت الحاسم، ربما كون حليت ارضيه وجبت كل الخبراء ويناقشوا في هذا السياسه التقويه. السياسه التقويه نتاع الجزائر لازم تكون ليست قائمه فقط على المصدر لا احفوري. الناس راهم طلعوا اسمح لي نكمل الفكره مدامية. الطياق السياسه التقويه ما قالوش لازم يفو ابسولومون كسوا بازي سور لو بيترول لي جون كي اون كومبري. البلدان الامن التقوي ايضا الامن التقوي اذا على البترول هذا القانون بعد هذا ما هوش راح يضمن لنا الامن الطاقوي. عندما نحل حقل الغاز نتاع حصير مل وحقل حسين مسعود نتاع البترول خلاص مالا نزيد لها الغاز الصخري ما فيها لا. سنعود الى قضيه الغاز الصخري. شوف الاخ يعني بالامس كنا نتكلموا كلمنا انا عده مرات تكلمت في الجرايد تكلمت في البلاطوات تكلمت بالامس كي كانت البحبوحه الماليه هذاك الوقت قبل سنه 2014 هذاك الوقت هذاك الوقت لازم نتكلموا على الـ على الـ على مبابد البترول. اليوم انا نشوفوا الوضعيه السياسيه والوضعيه الاقتصاديه ماهيش ما تديناش نعم يعني انا فهمت انا نتكلم ما نحبش ندخل في الموضوع في الغموقات تاع الموضوع، ولكن هناك اشكال القانون هذا كل خبراء ام يقولوا ما يمشوش فيه. يعني اليوم الوزير على حقه يعني باش يتكلم باش يمشي جا وزير جديد يعني الفوردو ما كانش عنده، كان جا وزير جديد كان هو في التقني يعني كان التقني داروا اعمال كثيره مشوا مع نتكلموا على سونار غاز على كل حال. ولكن اليوم كان اشكال باللي الساحه الوطنيه اي ترفض هذا القانون. الخبراء قال لك احنا ما شفناش القانون هذا واش هو، كاين بري بري كومون ابل اسعار يعني لا 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 قانون خاص لو ديني ما كاش يعني لو فينانس لو بري لو فينانس اللي كاين اليوم. الخبراء يقول لك حبينا نشوفوا الوضعيه اكزاكتومون وراهي تاع القانون هذا لازم قبل ما يجوز في لاتيان لازم يعني لم يدرسوا ولكن تم بالمشاوره مشاوره الخبرات الاجنبيه وخبرات جزائريه اي خبرات كلام توفيق حكار هذا المعد معد المشروع معد المشروع توفيق حكار توفيق حكار قال بانه مناخ الاستثمار في الجزائر دفع الكثير من الشركات الاجنبيه الى مغادره الجزائر والاستثمار في دول اجنبيه اخرى، حيث قال في وقت سابق بانه من اصل 67 رقعه معروضه للاستكشاف والتطوير تم منح 13 عقد منها اربعه عقود لسوناطراك. انا اتكلم بالفرنسي. المشروع هذا يا ان تري موفيز كومونيكاسيون جو فيدير يا ان موفيز كومونيكاسيون بالمشروع هذا ما جاوش يعني في الشفافيه يدرسوا يقولوا فوالا المشروع لانكم خبراء. كان سوناطراك الله يبارك دارت رجال خلات ديزكسبير. لا 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 اليوم نتكلموا شوف في انجليزي يعني في نديروا البلاد كندا كاع خبراء تاع كندا جزائريين، نروحوا المغرب المغرب كاع خبراء اليوم في الطاقه الشمسيه جزائريين، نروح لدبي نروح لابو دابي يعني عندنا خبراء. لماذا راحوا من الجزائر؟ لان السياسه تاعنا ما راهيش واضحه، السياسه تاعنا ما راهيش ستابل، كل دقيقه نبدلوا وبهذا الشيء نمشيو في ليزيرجونس يعني ما نروحوش مستعجلات ما نروحوش تدريجيا باش نمشيو على الشيء هذا. انا ماذا بيا نعاقب ربما نكمل واش كان يقول الاخ. قلت لي السيد توفيق حكار هو اللي ذا صرح بهذا. توفيق حكار هو اطار سامي في سوناطراك على ما اظن في مديريه الاستراتيجيه والتخطيط والدراسات. انا حبيت نساله السيد توفيق حكار عوض باش نروح الى قانون في هذه المرحله درك كنت شفت وربما شخصت وشفت على سوناطراك راحت منها كل الاطارات في فتره زمنيه صغيره. انت اللي راك في الاستراتيجيه وانا ايضا نقولها بلي راني اطار سامي في سوناطراك، لماذا كل الاطارات والكفاءات التي لازم
أن تثمن في سوناطراك راحت. هذا هو لب الموضوع، ماهوش قانون اللي راح مراش راح نخرج أنا من درك. عندما يكون عندك كل القوانين، وعندما يكون عندك مورد بشري، عندما تكون عندك كفاءات بشرية مهمشة، كفاءات بشرية تروح في التقاعد النسبي، يروح لو سي ار دي، مو جو دي مسيو حكار، كونت فو فوي لو سي ار دي، مركز البحث والتطوير بومرداس، كلهم خرجوا ب 40 سنة و 45 سنة، أين كانت الأطر السامية نتاع سوناطراك؟ هذا المشكل في جميع القطاعات. طيب لا نهضروا، قال لك الاستثمار ما جانيش، الاستثمار يجيك كي تكون أنت قوي، الاستثمار يجيك ولكن احتياطات الجزائر من البترول حسب الخبراء اسمح لي دقيقة برك. احتياطات تقدر تكون عندك أكبر احتياطات عندما تكون عندك استراتيجية عمياء، عندما تكونش عندك معلومة دقيقة تبني عليها الاستراتيجيات نتاعك ما دير والو، يقدر يعطوك الدرام الدنيا كل وما عندكش الأطر المناسبة لأطروا هذه الاستراتيجية ما يديرلكش والو. أنا نعطيك أرقام، يعني أرقام على 2030، لأن كل برنامج تقاوي محطوط على 2030 اليوم بركة اليوم 2030. يعني 2030 نقول لك وين لحقوا في الدعم. 37 ألف مليار، 37 مليار دولار، مليار دولار في الغاز، 20 مليار دولار في الكربون، يعني في الوام الوقود. التريسيتي 7 مليار دولار اليوم أنا عمه هذا 74 دعم الدولة، يعني الدعم الدولة 2030، يعني كي نشوفوا الشيء هذا كاع الدعم الدولة ونمشيو كل عام أنا نمشيو ب 7 حتى 10 حتى 15 في لا كونسوماسيون تاع الانترن، يعني غدا نديرو كاع البرنامج اللي حبينا نديرو كاع نتقبل الجزائر القوانين كاع كل لهذا البعض يقول بانه لابد من تمرير قانون المحروقات، القوانين كاع يديروها تمرير قانون المحروقات لانه سنلجا في نهايه المطاف القوانين تصدير. اسمح لي مدام استراتيجيات قبل ما نروح استراتيجي، القوانين كاع اللي نجيو نديروهم اليوم رايحين نخبطوا راسنا في الحيط. لماذا؟ لان 2030 يا اخي كاع 2030 ديجا تكلمنا على البرنامج لينرجي كومون دير لينرجي سولير ولا الطاقه الشمسيه، الطاقه الشمسيه هضرنا اللي فيك السينرجي، سنتكلم على الطاقه الشمسيه وغيرها، لا 2030 مشروع 2011 ومشروع 2016 ومشروع 4000 ميجا وات وراهم يعني احنا هضرنا باللي وكندير نمشيو اليوم في لا ترانزيسيون انرجيتيك، هذا كاع البترول والغاز ما نسحقوهش. لماذا؟ لأن الصحراء تسحق الماء. ولكن رغم الصدمات الكبيرة التي عاشتها الجزائر في الثمانينات ومؤخرا فقط في 2014 لم نستوعب الدروس من التبعية إلى المحروقات. متى نستوعب الدرس؟ عندما يكون الراجل المناسب في المكان المناسب. عندما يكون الراجل المناسب في المكان المناسب بالاستراتيجية الحقة والكفاءات الحقة، وعندما تكون كفاءات تثمن، وعندما تكون الميكانيزمات محطوطة، وعندما نثق في الكفاءات الجزائرية اللي اليوم تروح من سوناطراك وتروح الضحى إلى آخره، ثم نقدروا نخرجوا من التبعية الاقتصادية. عندما تكون نوايا المسيرين والأطر هي خدمة الجزائر، ماهوش باش يلموا لبوش تاعهم، هذه نقدروا نخرجوا من التبعية. شوف لازم، مهم جدا اليوم البترول والغاز دار وقته، كان شباب استنفدنا 60% من باطن الارض، يعني من فضلك. اليوم كان شباب راهم يخرجوا من اليونيفرسيتي ما يسيبوش عمل، راهم يروحوا لبرا، يعني نهار نحلوا عيننا نسيبوا روحنا ما كانش اطارات. اليوم البترول والغاز هذا نحفروا فيه، اليوم كان لي ساتيليت حبوا نجيبوا لي زيترونجي ما يعرفوا واش كاين في واش المكان، كيفاش انا نجيب اجنبي ويعرفوا واش كاين في المكان، واش كاين اكزاكتومون، شحال كاين عندك تحت اي عمق، يعني تحت عندك كاين التكنولوجي. الشباب اللي عندهم تكنولوجي راحوا لبرا، اول شيء. ثاني شيء لازم ندخلوا ليفيكاسيتي في لي زونتربريز تاعنا، سون الغاز ولا سون الدعوه الفعاليه، لازم ندخلوا لا ديجيتاليزاسيون في كاع المواد اللي عندنا. هذا كاع شيء مازلنا غير نحفروا نطلعوا، هذا خلاص، هذا كل انسان اللي يعرفه. لازم نمشيو كما قالت مدام ادمو، يفوكو غامان لي كادر تاعنا، لي طالون تاعنا، وراهم لي طالون تاعنا اليوم نسحقوهم ما صبناهمش. انا حبيت نكمل له برك، شكون اللي دار اول شركه في السعوديه بعد الاستقلال؟ شكون؟ هم مهندسين جزائريين، هم اللي ابو دبي، هم اللي ساهموا. لو جي ان ال كا ارزو كي اي تي كو باكي لو كومبلكس، المركب الكبير، جزائريين. كيفاش كنا بكري في السبعينات كانوا عندنا
كفاءات ودرك كي تعلم يعني تطورت التكنولوجيا ما عادوش عندنا وحنا عندنا الله يبارك هذا هذا القانون راح يجيب لنا الانتقال التكنولوجي الى اخره. ما يبيعوناش الوهم من فضلك. هما عندما حبينا باش حنا يا اخي هذا القانون انا تظهر لي اوليو دو سوريونتي فير هذا قانون المحروقات اللي راهو جدل كبير كبير عليه من مؤيد وخاصة المعارضين، حلوا لنا أرضية وجيبوا عاودوا جيبوا الخبراء وما ديروهاش دي كونفيرونس الناس ياكلوا ويخرجوا. درنا سي الواضح كان حاضر، درنا المؤتمر الأول الدولي اللي طرحنا ثلاث أطروحات فيه الأمن الطاقوي الأمن الغذائي مشكل الماء باش نحرصوا على السيادة الوطنية، وخرجنا بورقة الطريق، خرجنا باستراتيجيات 450 خبير بين مراكز بحث مدراء مراكز بحث أطر سامية أطر مسيرة وأساتذة في الجامعات والمراكز العلمية، وخرجنا 3 ايام وحنا نخدموا فيه في افريل 2018 خرجنا بثلاث استراتيجيات. كل وزير الصناعه هاي الاستراتيجيه وروح خدم، هاك وزير الطاقه هاك واش لازمك، تشخيص كلي تشخيص القطاع واعطينا له البديل اعطينا ما هو العرقله ما هي العراقيل واعطينا له البديل. انت كل واحد يعطيك تخدم يتكلم انا سيد واضح على العراقيل في مجال الطاقات المتجدده في مجال الذهاب الى الطاقه الشمسيه والاستغلال منها. هل هناك اليوم اقبال على الاستثمار في هذا المجال في مجال الطاقات الشمسيه والمتجدده؟ هل نعرف هذا المجال؟ لماذا لم ندخل فيه بعد بشكل جدي وبشكل فعال يعني؟ والله هي زوبستاكل كان غير هذا يعني فهمت يعني انا واش نقول لك. انا اسست اللجنه الوطنيه للطاقه الشمسيه ولفكره سينرجيتيك يعني فعاليه الطاقويه في كي كنت رئيس اللجنه في منتدى ما نحبش نسميها منتدى رؤساء الشركات الذي يعني استقلت منه. انا استقلت 4 في اكتوبر 2017. لماذا استقلت؟ انا ذاك حبوا يقوموا ب 4000 ميجا وات يعني 4 جيجا وات. كنت رئيس لجنه الطاقات المتجدده يعني. انا كنت لا الوزير انا ذاك كان رئيس مدير عام صنع الغاز واتصلت به يعني درنا في كان رئيس صنع الغاز ما حبش يدير الطاقة الشمسية وتكلمت معاه قال لي لماذا؟ لأن خسارة علينا هي موضوع آخر ما نتكلمش عليه يعني استقل بسبب الطاقة الشمسية قال لي غالي يعني ومع كي جا وزير يعني ما حب يدير 4000 ميجاوات. لماذا؟ لأن كان مشروع 2011 مشروع رئاسي وطني فيه 22 ميجاوات. أنا قلت غير ممكن ما عندناش يعني أنا كان رئيس عندي 65 يعني اكسبير وانتربريز اكسيتيرا اللي كانوا يعملوا يعني خبراء. درسنا الملف غير ممكن في الوقت هذاك 2016 باش نكملوا يعني ولا نمشيو بهذه الطريقه. قلت السيد الوزير قلت احنا نروحوا تدريجيا يعني نروحوا ب 50 ميجا ب 100 ميجا غير ممكن فهمت. واين وصل هذاك ذلك المشروع؟ انا تكلمت عليه 22000 ميجا وات 22000 ميجا وات 2011 الى 2019 عندنا اسبوع اقل من اسبوع كانت الوزاره الطاقه حلوا مع لاكريك حلوا داروا مشروع 150 ميجا وات وفي 150 ميجا وات على 89 الناس اللي جاوا يعني حلوا رفدوا الكايتشارج رفدوا الدفتر الدفتر الاعباء هذاك مستثمرين منهم كان 8 ومن 8 هذوك خرج واحد الواحد ب 50 ميجا وات ومام الواحد ب 50 ميجا وات يعني الاسعار اللي دارهم كانوا 8 دينار على هما داروا 11 ولكن الوضعيه تاع اللي طوروا بها البروجي هذا تاع كاي تشارج غير ممكن باش يقوموا بها في الميدان. ما معنى؟ معنى من 2011 حتى لغايه اليوم ما درنا والو. دوك تكلمني على الناس لم نمشي ولا في اي خطوه يعني ما كانش في هذا المشروع هذا كان مشروع باراليل اللي داروا الوزير الاول السابق مع اسكاتيا داروا 300 وشي ميجا وات هذاك خارج على المشروع يعني هذاك سي ان بروجي كي تي في بار لي زالمون لي شينوا يعني باش نتفاهموا مليح. واليوم كاين
كان في السوق صنع لي بانو سولير اللوحات الشمسيه ولكن الكميه المصنوعه اكثر من طلب السوق اكثر. نعم تفضلي سيده. انا ربما عندي تعقيب. السيد سالنا قال لك ما هي العراقيل اللي ما مشاش بها البرنامج تاع 2000 2011 جو غوفيان ومن بعد فوغومونتي يعني باش نهضروا شرحت له على المشروع اي المشروع بصح ماذا بينا نبداو علاه. لا لا دوك نجيو على المشاريع العراقيل. العراقيل انا هضرتها وكلمتها. العراقيل كاين لوبيات تاع الغاز والبترول يعرقوا باش ما يخرجش. السيد الواضح سنعود الى قضيه العراقيل ولكن بعد فاصل لو تسمح لي مشاهدينا. فاصل قصير ثم نعود الى اسماء حضراتكم لاستكمال هذا النقاش. اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج ميناء الحياة والذي ناقشنا في الجزء الأول قضية قانون المحروقات الذي يعرض على المجلس الشعبي الوطني غدا لمناقشته في انتظار المصادقة عليه في 14 نوفمبر الجاري. يعني سيد الواضح كنت تتكلم قبل الفاصل على قضية العراقيل التي يعني تكبح الذهاب إلى الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية. جزائر صحراء فيها أكثر من 2 ملايين متر مربع يعني ولا نستغل هذه الثروة. لماذا؟ ما هي الأسباب؟ من الذي يعني يعرقل من؟ هل المشكل في المستثمرين؟ مشكل في الإدارة؟ أين؟ شوف هي على كل حال باش تتكلم أول شيء تتكلم على العراقيل لازم يكون الشيء وراء العراقيل هذاك لازم يكون أن بروغرام. هو الاستراتيجيه تاع الجزائر الاستراتيجيه تاعنا ماهيش تروح ليفيكاس انرجيتيك ماهيش تروح الفعاليه الطاقويه ولا لينر سولير. الاستراتيجيه تاعنا اليوم ما حبتش تمشي. كان عراقيل لي لوبي كما قلت لكم قبل ما يمشيوش في الطاقه الشمسيه راهم يمشيو. لماذا ولكن ما هي السبب؟ ما هو السبب في ذلك؟ ما عندناش ليكوسيستيم. ليكوسيستيم يا با استراتيجي مشكله في الدراسه نعم عراقيل. قبل ما نهضروا على العراقيل نعاودوا نرجعوا للفوق شويه ونشوفوا هيكله هذا البرنامج 22 ألف ميجاوات في افاق 2030 الذي بدأناه في 2011 رانا في 2011 ثم السيد الواضح يقول بانه لم نمشي ولا خطوه. يعني ما مشيناش. انا اولا يعني بصفتي يعني عندي تفكير استراتيجي. اولا نشوفوا هل هذا الهدف حقيقي ام لا، على اي اساس حطينا 22 الف ميجاوات في افاق 2030 هذه في 2011 ثم اون ريفيزي في 2015 وكنا 40% في الجدول الوطني طاقوي صافي تدخل ادماج الطاقه المتجدده بشتى مصادرها 40% ومن بعد عاودنا حبطنا درنا 27%. هذا بعد 22000 على اي اساس درناه؟ على اي اساس درناه؟ خبط عشواء يعني ني با يو دو ريفليكسيون. ما كانش هناك تفكير استراتيجي باش نحط هدف كهذا. واليوم رانا صفر. لماذا سيدة؟ لماذا؟ لأننا أردنا أن نبيع الريح. هذا ما كان باش يقولوا رانا في طريق الطاقات المتجددة، رانا في طريق التنمية المستدامة، وهذاك برنامج محض تخدم بطريقة تقنية وفقط بدون استشارة الخبراء وبدون استشارة الفاعلين الآخرين منهم مراكز البحث العلمي كالو لو سي ار تي اس او سي دي. اسمح لي نكمل ساعه هذه مهمه جدا. تفضلي سيد. ثم نولي للعراقيل اسمح لي. دونك بنيت انت ذكرتي قضيه الجامعات معليش انا يعني هذه الحلقه اللي كانت مفقوده اكسكوزي موا مسيو واضح سا سي امبورطون سي امبورطون. ما تنساش بلي الجزائر مشات لباريس 2015 بالقانون هذا يعني بالبروغرام هذا سي ان بروغرام. انا ماذا بيا نرجع للهدف. عندما تروح دير استراتيجيه وتكون ناوي باش تحقق الاستراتيجيه وتحط خطط عمل لكن يكون الهدف حقيقي. انت حطيت 22 ألف وما شخصتش وما لقيتش روحك وين. اليوم نقول لك شحال رانا نسبة إدماج الطاقات المتجددة في الجزائر؟ رانا
0.57%. نسبة الإدماج الوطني 2% كانت عام الأول 0.57%، لأن الناس اللي راهم يروجوا في 2% راه هناك استهلاك ايضا، يعني موازيان يا اون كونسوماسيون اوسي، اوني با ريستي ان ايتا ستاسيونير. دونك سي مينا هذا التفكير 82% رانا 0.57%، اذا ما درنا والو. نرجعوا نرجع، اسمح لي اسمح لي واسمو الاستهلاك الداخلي 60%، الاستهلاك الداخلي اليوم اليوم راه ناس 63 تترا كيلوات اور تتراوات اور تتراوات اور في العام يعني يعني شحال 10 دي بويسونس سي جو دو كومباري انتر كيلوات كيلوات اور التترا سي دي بويسونس 9 يا دي مليار سي دي بويسونس 9 يعني انا الاستهلاك اللي ندخلوا اليوم يعني كل ما نمشيو كل ما نمشيو عندنا ان بورسانتاج كي اوغمونت يعني على اي اساس مصدر غازي لهذا زيد بزاده الانفستمون اللي دارو في توربينا غاز الانفستمون سي 22000 ميجا وات حنا انا 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 رياليزي 19 ميجا وات و 19 ميجا وات اللي درناهم يعني في البيك اوت ولكن لا كونسوماسيون انيوال نورمال نورمال رانا 16 17 ميجا وات جو دون ان كيمو ان اكزومبل بار ابيتون في العام رانا 1400 يعني 1485 كيلو وات اور بار ابيتون شحال يبار شحال شحال فيه النسبه لان واش هو الصح البليز امبورتون علاه نخدموا هذا شحال النسبه تاع المصانع 5% يعني غير ممكن يعني كاع واش انا نخدموا كاع ما من المشروع هذا راح يدير راح الاستهلاك ما كاش اون استراتيجي دو ديفلوبمون ديورابل يعني شحال وحنا نتكلموا على ديفلوبمون ديورابل على ليكونومي سيركولير على يعني وين احنا ليكونومي سيركولير وكنا نهضروا معاه يقول لك تو غيان سوجيت غيان سوبر يعني كل شيء تخدم حنا غير الاستهلاك يعني غير نرميو واش راح نخدموا غدوه غدوه ما يديروا مشروع اليوم يزيدوا 2052 يعني ولكن غدوه المشاريع هذه ما يمشيش لماذا لان تدريجيا انا نمشيو افيك افيك ان فورس اكستراوردينير في لا كونسوماسيون بزيد بزاده ما نهضروش على 36 مليار دو دولار دو سيفونسيون بارون 2018 درنا 180 مليار دو دولار بي بي انتيريور مي ولكن في البي بي الدخل الخام كان كان 36 مليار دولار يدخل للخارج ماشي انا ان سيفونسون انا ندعموا الشركات الاجنبيه الدوليه وماشي ندعموا الشركات الجزائريه المشاريع هذو ما يخدموا لماذا يعني كل مشاريع رانا باش نمشيو برك باش نشوفوا كيفاش نمشيو جوغ جوغ ما كاش يعني ما كاش فيزيون لوانتان ولا حاجه هذا هو المشكل تفضلي ربما اعقب انا دائما نرجع للفوق باش نشوف يعني واش رانا نديرو العراقيل درك نعاود نرجع لك اذا رانا متفقين باش نقولوا بلي الهدف اللي تسطر كان لا يعني ما راهوش مسطر على اساس صحيح ما سطرش على اساس صحيح وقلت كنا نبيعوا في الهواء الان نرجع يعني للتعقيب على هذا وعلاش انا كي نقول انا ماذا بيا نكون يعني بالدليل القاطع ما درنا حتى تشخيص ما درناش تشخيص ما شفناش ما تراعيناش مع نقاط القوى نتاعنا عندما تدير استراتيجيه وتحب تنجح لك الاستراتيجيه ما تقعدش تقول لي كل وزير اللي فوت نو زافون اغيتي لوبجيكتيف الفلاني وراني راح ندير هذا خويا قول لي التقييم والتقويم يعني خويا قول لي واش قيم لي دير لي اون ايفالواسيون انا اللي جي روج لي لا ميم شوز اذا كي ما يكونش هناك تشخيص نعرف بلي انا يعني ما نعاودوش نردوا بلي الجزائر عندها كم هائل من الطاقه الشمسيه والريحيه والحراريه الى اخره عندها نقاط عندها المقومات الاوليه يعني المقومات الاوليه في الطاقات المتجدده نعم عندها عندها كلش في الرياح في الشمس في الرياح وغيرها الفرصه يعني. اللي راحت لنا وهذا التهديد اللي درك راهم جابوا لنا التهديد نتاع الامن الطاقوي اللي قال لك هاوليك الحل هو قانون المحروقات كون تراعينا كنت راعينا من نهار 2004 نهار اللي تحط قانون طاقات متجددة وخممنا على المزيج الطاقوي خممنا على التنويع الاقتصادي ما عدناش درك يقول لك استعجالي نمرر قانون المحروقات يعني أنا نربط يعني السياسة الطاقوية ما تشوفهاش منعزلة على باقي القطاعات اليوم 98% من مداخل الجبال البترولية اليوم كل القطاعات كل القطاعات فاشلة وفي عطالة تامة إذن عندنا يعني دي فورس عندنا قوى عندنا نقاط ضعف
بيان سور كثيره من صح هي ماهيش نقاط ضعف بشريه، لا هي نقاط ضعف تتخص بالحكم الرشيد بالتقييم، نقاط بيروقراطية أيضا، بيروقراطية مؤسساتية وتنظيمية، وخاصة 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 معلوماتية. عندما تشوف أنت الأوفيس ناسيونال دي ستاتيستيك لو ان اس يا أخي اللي تشوفه ربما هو اللي راح يهيكل كل المعلومة، تلقى بلي معلومة خاطئة، راه كيلا ميري يدير لا كونسوليداسيون. إذا كل الاستراتيجيات عندما تكون عندها الانبوت نتاعها المادة الأولية خاطئة، المعلومة خاطئة، إذا الاستراتيجية تكون خاطئة. ورانا في هذيك تاع النعامة، اكسكوزي مو، هذيك تاع اكسكوزي مو جو تيرمين مون ريزونمون، دونك راهي في هذيك تاع لا بوليتيك دو لوتروش، ما راناش نشوفوا بعيد. قال لك باللي اللي يجي يدير، رانا في المدى القصير تخطي راسي انا، المهم راني درك الناس هذو عندما نتكلم سي امبورطون. خليني نكمل، واضح هذيك واضحه النقطه بانه قضيه التقييم بعد كل مشروع يجب ان نتوقف عند التقييم. الخلل الكبير، الخلل الكبير ما كانش تقييم، قضيه التقييم. نعم انا قاعد في التقييم، تقييم اليوم لي زيمبوت ولا اوبوت، قاعد في لي زيمبوت اليوم باش نمشيو، باش نمشيو يعني في في هذا الموضوع لازم يديروا الاكسبيرتيز ديجا واش هي كونسومي سون تراك. واحد ما على بالو لا جيسيون انترن، راه سون تراك سي ان جيون بلاد في البلاد. سون الغاز انا كنت بالامس في المعرض الدولي تاع الكتابات، جبت تاع سون الغاز كي طلعت لداخلها، يعني من 1962 كم مرة، كم عدد مرات، يعني كومبيان دو فوا سون الغاز بدلت غيرت الشكل تاعها، يعني من التأسيس تاعها حتى 2017 يمكن 2017 كيش تقعدوا كم شركات يدخلوا لا سلواس ومع دي غلطوا يديروا كيش 2017 وشت خلعت انا كيشت 43 شركة تاع سون الغاز، شركة سون الغاز. شكون هذا سانجيون، هذا شركة المجموعة باردون المجموعة سون الغاز، يعني الشركات هذوما ياكلوا. اسكو واحد جا دار لهم تقييم، يعني ان اكسبيرتيز ولا دار ان انفونتير، القيمه المضافه تاع هذا، القيمه المضافه. دوك كي نشوف باللي وكان ندخلها، يعني انا سون الغاز جايه باش دير ان فالور اجوتي، وكان ندخلها قيمه مضافه، انا ندخلها 100 وهي تاكل 90 وتخرج لي 10، واش هو الفائده تاع سون الغاز؟ لهذا لازم نفرقوا بين لا برودكسيون لا ديستريبيسيون لا كوميرسياليزاسيون، كل واحد باش ديجا نعرفوا الدوله تعرف نما حنوا المال تاعها. احد اليوم شكون هي سيفونسون؟ اسكو سيفونسون الفونكسيونمون ولا سيفونسون لا برودكسيون ولا سيفونسون قضيه المتابعه؟ سيد اريد ان ارجع الى قضيه الجامعات والتكوين وما تقوم به في هذا المجال، يعني هل لدينا يعني جامعات او مراكز تكوين تكون في مجال الطاقه وفي مجال التسيير وغيره؟ شوف انا نولي باك القانون القانوني دار رئيس الحكومه، راه دار حتى اليوم الحمد لله، يعني يمشي دار قانون وين الجامعات مع المصانع مع لي بيرو دو ديكسرا يكونوا اتفاقيه، يكونوا اليوم لازم قبل ما يديروا حتى قانون، يعني كاين شارج ولا حاجه لي زونتربريز بيبليك ولا لازم يجوزوا على لي زيكسبير، لازم يجوزوا باش يديروا حاجه. نهضركم على القانون اللي داروه 2020 على ليفيكاسيتي انرجيتيك تاع الالكتروميناجي، غير ممكن كيفاش باي طريقه شكون يجي يقول اليوم ندير 5% ولا 30%؟ اليوم القانون او يمشي، ولكن عندنا كان راح يديروا ان انستيتو ايتاتيك، مدام ادمو هي كانت راح دير مديره عامه في الوقت هذاك، عاودوا داروه ان دوكري بريزيدونسيال دوكري دو بريمي مينيستر، ما كانش راح. اليوم احنا اليوم انا عندنا شركات، كان شركات تم يجيو عندنا ممبر فونداتو تاع الكلوستر، عندنا زيكسبير، عندنا لي زانجينيور، عندنا دي ماستر، ولكن مساكين ما عندهمش، يعني راهم التمرس في الميدان، يعني هذا هو المطلوب. ولكن من يكون من في نهايه المطاف؟ لابد من الميدان ان يحتضن هؤلاء. نعم. انا ربما نرجع لهذه الحلقه المفقوده بين البحث
والصناعة. والصناعة. هو والإنتاج أيضا. والإنتاج أيضا. الإنتاج عندما تكون يعني أنت تحب تطور يعني طاقات متجددة أو صناعة مستدامة أو زراعة مستدامة أو 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 لابد أن تتراعى مع حلقة القيم. حلقة القيم لا شين دو فالور. احنا الحلقة المفقودة هو هذا العزل نتاع البحث مع الصناعة. الصناعة راهي تخدم في جهة. البحث وكل لي ترافو اعمال البحث راهم في الادراج. ما كانش تنسيق بين الجامعة والصناعة. لماذا؟ الصناعة اسمح لي. والمصانع ايضا والمصانع الصناعة اسمح لي. لماذا؟ لماذا دوك نقول لك اولا لازم نقول لك علاش ما كانش ودوك نرجعوا لماذا علاش ما كانش هذه. اولا لان الصناعه غير قادره باش بوغ ايدنتيفي لي بوزوان تاعها تعرف الاحتياجات الاحتياجات نتاعها. الجامعه مشكل تواصل مشكل تواصل تواصلي وتنسيق. ثانيا الجامعه يعني كل واحد راهو يخدم في اطاره الواحد. الجامعه راهي تكون بدون استراتيجية فعالة وتعرف وش راه يحوس وش راه يتحوس الصناعة. إذن كل فاعل راهو على حدة. ثانيا لماذا ما كانش هذا؟ لأن encore une fois je répète qu'il n'y a pas de volonté politique. ما كانش إرادة سياسية بحتة باش نخوضوا معركة الإنتاج ونمو بهذا الجزائر. اسمح لي نكمل مدابيا نكمل عندما تلقى une loi d'orientation de la recherche qui dort قانون التوجيه للبحث راقد. عندما ترى ان كل مراكز البحث اليوم ما عندهاش الوسائل وما رايش مدعمة. عندما ترى هذا الباحثين اللي راهم ربما يحوسوا يعني باش يعني يوفروا هذا لي ترافو دو ريشيرش اي نو سون با ايكوتي. انا جو سيتيو هذه في عدم اولا الاراده السياسيه. ثانيا عدم الرؤيه ربما مع عدم التمكن. مع هذا الحراك الشعبي تتغير هذه الامور وتكون هناك اراده سياسيه للخروج بالجزائر. شوف على كل حال باش نعاود راهو كاين كيش يقولوا له ان 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 كرياسيون انشاء محافظه للطاقات المتجدده وعنا والفعاليه التقويه راهي خلاص يعني يمكن الله يبارك انا يعني حاجه مليحه نوفو ني بور بور المارشي الجيريان بور ليفيكاس انرجيتيك ولا بور لي زينيرجي رينوبل. فهمت هي ما حبتش مصباح كنا نهضروا عليها على شي هذا قلت لها انا نتكلم على شي هذا. لماذا؟ لان جا يمكن انا نقول لها يمكن وهناك هناك اسمح لي سيد الواضح هناك يعني منتقى دولي الاسبوع القادم بوهران للطاقات المتجدده. ولكن لماذا هل هناك هذه ملتقيات وملتقيات هل يعني ذلك بان هناك نوايا سياسيه للذهاب الى الملتقيات؟ كاين كثير ملتقيات انا حضرت كثير من الملتقيات. لو بلوز امبورطون c'est pas de parler mais c'est d'agir. C'est les rencontres d'Anna Bzaf. انا كنت عامين وانا رئيس اللجنه كتبت درت لي بريدواي لحقنا دعوه كل يعني شوف الجزائري اللي حبيت تشدو تجي تقول له هو عندي دوك انا كي جي داخل صرت مواطن عطاني فاتوره تاع الالكتريسيتي جايه باش يهضر معكم قلت له عطيه واش كاين شفت الواه واش عطاه لكم يعني نهضر لكم على واش كاين داخل الفاتوره هذه اشرح لنا الصندوق الجديد عندها يعني دوك نجي عندها لانه الوقت اليوم هضروا على الملتقى نعم شوف درنا الملتقى ثلاث ايام ولا يومين ثلاث ايام في افريل 2018 نعم انا عرضوني كي خلصنا الملتقى درنا شحال فيها لي باج 400 ولا شحال 150 ورقه ثلث استراتيجيات ومعد ندولي في كلوب دي بان على اللي اسمه لا رونكونتر التقاء بين الحكومه لقاء بين الحكومه 5-5 والولات انا حضرت في اللجنه تاع الطاقه المتجدده الطاقه الافيكاسيتي الذي اعظمته الحكومه درنا يعني تقريبا 40 يعني ورشه قبلوا فينا 32 يعني مهم جدا 32 اقتراحات قبلوهم اقتراحات ولكن من الوقت هذاك اليومين هذا انا فعال يعني. انا قلت في البرنامج هذا الجديد لو لود فينانس 2020 هما يدخلوا اشياء
هما راحوا دخلونا اشياء تاع اللي خاصه لامبورطاسيون لا برودكسيون دي كومبوزون غير ممكن باش تمشي هذاك. لماذا؟ اسمح لي، المشكل ليس في اللقاءات. لماذا؟ اسمح لي، لماذا؟ لان من قبل تكلمنا الدوله اليوم الحكومه لازم تراعي ولازم تعاون باش يكونوا لي لابوراتوار هادو مخابر هادو لي هادو لي زانجينيور هادو لي زيكسبير يخرجوا ولا لي لازم يروحوا دون لي لابوراتوار باش يعرفوا يخدموا. حنا كي ما عندناش لابوراتوار اون بي با افونسي دون نوتر اسباس ايكونوميك ولا اوليو باش انت تقول لماذا شركات ما مشي تديو الخبراء لان في البلدان العالم لم توفر البيئه لذلك باسري سيفونسونيو لا ريشيرش اي لو ديفلوبمون. احنا نسيفونسونيو لي سوسيتي لي ديفلوبمون اي لا ريشيرش دي سوسيتي ترونج باش يبعثونا لا راكي تاع الجزائر. المشكل هذا هو المشكل. بيان سور جو ديسكو اذا البيئه لم تحتضن هؤلاء السيدات. اي حبابك اليوم وشكون من واحد انا جو ديفي اللي كيشوف البرودوي خبير يجي يقول لك اسكو سي لا كلاس ا بي سي دي ولا حاجه باي طريقه نجم كلاسي لو ا لا كلاس ا ونخلص 5% جو بو كلاسي لانه حسب يعني اللقاء القادم في الاسبوع القادم يعني جدول الاعمال الذي سيكون يعني هو ثمين على حسب ما اشاهد يعني سيحضره الفاعلون الاساسيون في الصناعه الوطنيه مجمعي سوناتراك وسونالغاز تنشيط الورشات الرامي دراسات موجودة اللقاءات موجودة الاقتراحات موجودة ولكن من يحتضن هذه الدراسات والقراءات ولا أحد. إذن في نفس السياق السي واضح هضر لك على الملتقى الدولي وأنا كنت تكلمت لك فيه كاين ثلث أطروحات اللي حضر فيها 452 خبير بين أستاذ جامعي ومدير بحث وفاعلين وأطر مسيرة ومدراء أعمال ومستثمرين من فلاحين من نقابات إلى آخره سيتيو كلوب دي بان. وهذا المؤتمر الدولي أول مرة ندار مع avec pour l'efficacité pour la sécurité énergétique alimentaire et la problématique de l'eau. يعني بتراعي قعدت المياه وغيرها غابور راح وهي الدولة اللي دارت هو يعني تحت الرعاية نتاع الرئيس رئيس مستقل رئيس الجمهورية الرئيس مستقل عبد العزيز الرئيس المستقل وراح غابور تقرير فيه 100 ورقة راح الوزير الأول نتاع الفترة هذيك فيها ورقة طريق وكلش. هذه ثلاث ايام ما نعرفش شحال 10 ملاير ولا ما نعرفش شحال قداش داروا لها خسائر. اعوذ بالله من قلت انا كنت من هندست هذا الملتقى وتهضرنا على العراقيل في الاستثمار الى اخره الى اخره وين راه. ولكن هالنتيجه اين النتيجه؟ ما كانش نتيجه لما نخسر الملايير على هذه اللقاءات والدراسات ما كان حتى نتيجه. نريد ان نبحث عن النتيجه في الميدان. ما نبحثوش رانا نروج ورانا نبيعوا في الريح نجيبوا الناس يدوروا. انا نتكلم على حاجه واحده اللي رانا نديروا. اسمح لي نفس الشيء رام كانوا داروا مانيش عارف ولا سمعتوا به بلي كان ملتقى هكاك على تحسين الجامعه الى اخره سمعتوا به باش يديروا. هذه كانت دراسه مع الاتحاد الاوروبي انا ما نشرفت وين رافقت عليهم باش يديروا دراسه مقاربه مع الجامعات الفرنسيه باش نحسنوا. ما داروا والو. هذه في وقت مباركين بعد حجار ما داروا والو. الدراسات موجوده وحنا رانا نبيعوا في الريح في الادراج يعني. لازم نفضل في الوضع شوف الكلمه الاخرى لازم نروحوا نعاودوا كاع النظر للاستراتيجيه الجزائريه في الـ في الـ في الطاقات. يحمل ديك انا ما فهمتش حاجه يعرفوا باللي اليوم ولا الجزائر ما طاحتش قدرة ربي وبقدر الفلاحين. لان سيد الواضح رجاء الوقت فقط من فضلك على قضيه الورقه. انا شوف هذا تفهمني عطالي الفاتوره قلت له يمكن يستنى برا عطالي ديجا عنده الفاتوره هذه ايطابلي يعني صدرت في 24/10/2019 وما عاد يكتبوا فيها لا بيريود يعني الوقت 4 تيرمس 2019 وهنا يقول لي عنده سيفري عنده دو كليماتيزور وعنده لا لومب اكسترا. نشوفوا باللي لا ترونش 1 ولا ترونش 2 اللي سيفونسوني بار الدولار يعني واش معناها مدعمه ل انا شكيت 250 كيلووات ولا 150 كيلووات سا ديبون شحال يديروا 125 كيلووات حتى 250 كيلووات ولكن لا ترونش 1 مدعمه دعم دوله يعني عندك دار فيها لومبا وفريجيدير ولا عندك لابيسين وتسخن لابيسين
كيف كيف لا ترونش كاع للجزائريين ندعمها بالدينار و77 يعني نفس الدعم نفس الدعم يعني عندك 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 كوري ولا عندك شاطو ولا عندك منزل بالبيسين كلش دعم الواحد كاع كيف كيف هذا الدينار و77 عندك لا ترونش 2 كيف كيف طلعت يخلص 4 دينار و17 1787 سنتيم عندك لا ترونش 3 اللي ما فهمش هو قال لي ما فهمتش لا ترونش 3 750 يخلص 4 دينار 87 ولا ترونش 4 هذه انا قلتها له قلت له زعما كليك كليماتيزو قال لي عندي 2 يخلص 5 دينار 4786 سنتيم واش الغاز ما كان الغاز ما مدعم 100% الغاز ما كانش هو ما يكونسوميش بصح عنده غير عنده غير الخب الوغ لا طونش تاعو 939 او يخلص 0.16682 يعني 1682 سنتيم ولكن خلع جاتو 16000 دينار 16000 قلت انا قلت انا دوك نعطي انا حاجه نبلغ بها في التلفزيون ويمكن الناسونال غازولا يديروا اشهار ولا يديروا حاجه يفهموا الناس على الفاكتوره يجيو ما مش يفهموا اون بلوس ما فهمتش انا اسكو انا نخلصوا مسبقا ولا نخلصوا لان كتبوا له بيريود 4 تريمس 4 تريمس او جاي 4 يعني ولكن دوك اللي واش فهمت انا فهمت باللي لي غران كونت هو لا ترونش 4 ولا لي بيتي كونت يعني لان فيها اليوم فيها المنازل لي ميناج المنازل سي لا باس طونسيون والمصانع لا طونسيون يعني لازم يفهموا الناس باش الناس يفهموا اسكو فريمون كاين الدعم ولا ما كاش لان لا بروميير طونش كاين الدعم كاين كاين يوجد دعم لا بروميير طونش لا بروميير طونش كاين الدعم بصح لا بروميير طونش حاجه سي 100 كيلووات 200 كيلووات 250 كيلووات هنا ماش عارف انا كاين 125 لا طونش كاين كونسوماسيون طونش 125 اسكو 125 يعني الجزائر البلاد الحكومه ولا راهي دعم يعني كما 125 كيلووات باش الناس يعرفوا باش ينقصوا واضحه هذا هذا انا فاهم بك هذا باش يلحقوا الناس ما يلحقوش تروازيام دوزام طونش لازم يديروا ليفيكاسيتي انرجيتيك واش معناها لازم اول شيء يبدلوا لامبا تاعهم ثاني شيء يجيو من برا يديروا ليزولاسيون تيرميك الاستهلاك يعني احنا احنا عندنا ترشيد في الاستهلاك احنا عندنا كيش يقولوا لك الليج العربيه عندنا لو ليج نيكسبورتيوها بروت ليترونجي وهما يخدموا بهم ليفيكاسيتي عاود يبعثوا لنا كان شيء يديروا دوبل فيتراج يعني بهذا وكان يمشيوا غير في لومبات قضيه الترشيد في الاستهلاك هكذا سيدي هذا وكان يديروا يربحوا 30% ما يروحوش دوزام ترونش تروزام ترونش واضحه كلمه اخيره سيده ادمو انا والله غاز دو شيست نقبي كان لا جو بارل ني غاز دو شيست ني والو انا جو بارل جو فو ريفونير جوست سور ان بوين اللي هضر على المحافظه هذه تاع الطاقات المتجدده لخطراش انا لازمني سوايا باسكو انا عندي امور هكا متسلسله في راسي عندي لا ولكن الوقت سيده في 15 انا هذه المحافظه ايضا نفس الشيء بقانون المحروقات هذه هذا لو كوميساريا او زينيرجي رينوفلابل كي فينو اتر بريسيبيتي دركا محافظه كنت نهضر عليه كنت نهضر على عامين اسمح لي هذا من 2011 هذا هضرنا عليه كي كنا في الدحبوحه عندنا 2015 نهضر عليه داكوغ اوكي سي بون ان شاء الله ربي يجعل الخير ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا سيد الواضح لان انتهى الوقت لا في 5 ثواني على المحافظه هي انا عارف الله دي شوز المحافظه جو في فو دير اون شوز مسيو الواضح فو ميليسي سي فو بلي فيني اليزي لو كوميساريا او زينيرجي رينوفلابل هذه المحافظه كان تفكير نتاعنا احنا في 2011 عندما كانوا عندنا الدراهم وكنا لاباس علينا اليوم كاين فاعلين اسمح لي تخليني نكمل فاعلين اليوم اللي يقدروا يخدموا نثمن لابرو اللي في النجاح الطاقوية نعطي الأمور الأخرين وما نسحقش أنا كيكون ندير هيئة اللي لازم نحط عليها درام أنا جاب لي ربي تفكير شكرا جزيلا لك سيدة عائشة عدامو المستشارة في الطاقات المتجددة وخبيرة معتمدة لدى الاتحاد الأوروبي في الاستراتيجية وتقييم السياسات القطاعية شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا موصول للسيد مراد الوضح خبير في الطاقة الشمسية والفعالية الطاقوية شكرا جزيلا لكما مشاهدينا أنتم أيضا مشكورون لمتابعتكم لنا من يانا زكا ليلات لكم أجمل التحيات إلى اللقاء